فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أطلب العلم لدى فضيلتكم ولله الحمد، وعندما أذهب إلى المنزل أقوم بشرح الدرس لأهلي في المنزل، الدرس الذي سمعته، وأركز على العقيدة، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا عمل بقوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما عرفته في الدرس تبينه لأهلك وأصدقائك ومن. نعم. طيب.